السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بقى هنعمل حاجة حلوة، هنعمل بطاطا، هنعمل صينية بطاطا بالمكسرات في الفرن، ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. خطواتها سهلة وكلنا هنعرف نعملها. طيب اول حاجة يلا نروح عند البوتاجاز عشان نشوف هنعمل ايه. الحلة هي على النار. اول حاجة هحط كوباية المية الكبيرة واحط عليها كمان كوباية السكر، اقلبها بس تقليبة كده. كوباية مية كبيرة وكوباية السكر، وهحط البطاطا اللي انا غسلتها كويس جدا، دول 2 كيلو بطاطا. خلاص كده اول ما تغلي هوطي عليها، اوطي النار عليها خالص واغطيها، هتقعد حوالي ساعة الا ربع. ودي اول حاجة عملناها، وده شكل البطاطا اهو بعد ما قعدت حوالي ساعة الا ربع على النار، على نار هادية طبعا زي ما اتفقنا عشان ما تتحرقش. انا كل المية اللي حطيتها لها اللي هي الكوباية اللي احنا ايه حطيناها سوا. دلوقتي هجيب حاجة وهقشر بقى البطاطا دي كلها وهرسها. خلاص كده انا هرستها كويس، هرست ال 2 كيلو بطاطا عندي. طبعا انت ممكن تعملي كمية اقل من كده، بصي طبعا اتهرست بسرعة عشان هي كانت سخنة. طيب عندي ايه بقى؟ انا عندي هنا زبيب، عندي جوزة الهند. حطي بقى الكميات اللي انت عاوزاها. عندي كمان سكر بودرة، حطيت كوباية، وعندي بندق. حطي بقى المكسرات اللي انت حباها، ممكن تحطي قرفة كمان، وعندي ورقة فانيليا، وعندي كمان معلقتين سمنة بلدي. بلدي ها، اهم حاجة تكون سمنة بلدي او زبدة بلدي. وعندي كمان معلقة كبيرة قشطة. برضو لو انت ما عندكيش قشطة مش مشكلة، انا حطيت معلقة كبيرة قشطة، وحطيت كمان حوالي 3 معالق لبن، يعني يا قشطة يا لبن او الاتنين مع بعض زي ما انا عملت كده، مفيش مشاكل. يبقى حطينا جوز الهند وزبيب ومكسرات سوداني، عايزة تحطي حطي. في حاجة من هنا مش حباها زي مثلا جوز الهند الزبيب، عايزة تعمليها سادة خالص بزبدة ولبن وسكر ماشي. حطي بقى اللي عندك، بس بجوز الهند يا جماعة بيبقى طعمها جميل قوي وريحتها كمان حلوة، وكيس الفانيليا اللي احنا حطيناه بيعمل ريحة حلوة قوي. قلبي بقى كويس كده، بصي بقت سايبة شوية. خلاص كده اهي كله دخل في بعضه تمام. عندي ايه كمان بقى؟ عندي الحاجة بقى الصينية اللي انا هحطها، دهنتها الصينية اللي انا هحطها في الفرن، انا دهنتها بزبدة او سمنة بلدي برضو. وابتدي بقى احط كده البطاطا. البطاطا دي يا جماعة طعمها جميل قوي، و
حاجة سريعة كده ومش مكلفة، جربوها. وفي برضو ان شاء الله قدام هعمل لكم بطاطا بالبشاميل، تعجبكم برضو ان شاء الله بإذن الله. خلاص كده هفردها اهو كده، وبعدين هدهن وشها بزبدة او سمنة بلدي واحطها على الشواية لحيد بقى ما تاخد اللون الذهبي، وخلاص كده تبقى استوت. كده ممكن بقى تحطي على وشها كمان معلقة قشطة، بس يعني احنا حطينا كفاية مش محتاجة. خلاص كده هروح بقى زي ما قلت لك ادهن وشها زبده او سمنه بلدي واحطها في الفرن واحطها على الشوايه. مش هقدر اقول لك وقت قد ايه، لما وشها يصفر يبقى لونه ذهبي كده اللون الجميل بتاعنا. هروح احطها اهي واجي بقى اوريكي شكلها بعد ما تستوي. وخلاص كده البطاطا استوت اهي معايا، وشها بقى لونه ذهبي كده. ده عملته بالحاجه اللي اتبقت معايا. عايزه بقى اطلع لك حته تشوفيها. وهي البطاطا طبعا كل ما تسيبيها تبرد كل ما هتبقى متماسكة اكتر. انا طلعتها على طول وهي سخنة، لكن انتي لو سبتيها شوية بصي المكسرات اهي والزبيب والحاجة اللي فيها طرية مش ناشفة ولا حاجة، طعمها جميل قوي. ان شاء الله تعجبك باذن الله. ما تنسيش بقى لو عجبتك الطريقة تشتركي في القناة، قناة عسل وطحينة، وتعملي لايك وشير للفيديو. وبالهنا والشفا.